يقوم موظفو مركز اتصال وزارة الصحة 937 بالرد على استفسارات المواطنين في السعودية وأيضا استقبال الحالات المشتبه بها. يقوم الموظف باستقبال المكالمة ثم يسأل المتصل ما إذا كان قد سافر إلى دولة موبوءة خلال الأسابيع القليلة الماضية، أيضا يسأله عن الأعراض الصحية التي يمر بها حاليا. في حال التأكد من الاشتباه يتم إحالة المتصل إلى الأطباء المختصين في مركز الاتصال للمتابعة مع الحالة المشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى لها. حوالي 25 مستشفى في السعودية تم تخصيصها لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا. أيضا هذا المركز استقبل منذ إعلان الحالة الأولى لفيروس كورونا أكثر من 172 ألف اتصال واستفسار من قبل المواطنين. هناك أكثر من 700 موظف يعملون في هذا المركز الذي يستقبل شهريا أكثر من 800 ألف مكالمة. جهود كبيرة تبذلها وزارة الصحة السعودية للتأكيد على الإجراءات الاحترازية وحماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. عبد الرحمن العصيمي من مدينة الرياض العربية.